بنات صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ وعواش مبروكه، دخل عليكم بالصحه والسلامه طول العمر ان شاء الله. السي يحيى هويا لابس حويجو هم انتك. السلام عليكم، واش مبروكه، الله يضحك يدخلكم ان شاء الله اليوم ان شاء الله العيد الاضحى بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، باش ما تمنيتوا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، والله يبارك لكم في هذا اليوم العظيم ان شاء الله وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله. ان شاء الله دابا راه غادي للمصلى، غادي نطرقوا لوسي غنمشيو للمصلى دابا، وانا راه مواجه الفطور وداك الشيء حتى نرجعوا. المهم انتم معايا ان شاء الله غدوزوا معايا النهار ديال العيد، اش غادي نديروا فيه؟ المهم راكم عارفين العيد اش كنديروا فيه. متشتبان حشمان قولي السلام واش مبروكه يلا قول يحيى ماشي لمبلاطه. يلا البنات نتمنى تكونوا صبحتوا مصحصحين، انا راه عتي منعس ثلاثة ديال الصباح والله العظيم، حتى كملت صايبت المخمار والمسمن، شكون بحالي البنات اللي بحالي كتبها لي في الكومنتير تحت، صوبت الحلوه حتى هي يا راه باقي ان شاء الله ترجعوا ان شاء الله مقاده كل شيء. اي اتاي اللي ما مصوباش كيحطها البرير خاويين. صافي دابا عرفتي شحال الساعه، راه السبعه هذه، دابا نطرقوا لوسي ونمشوا دابا للمصلى ترجعوا ان شاء الله. ثم الظلايم البنات شوف احنا شادين الطريق، شو على رجيلاتنا، راه اللي كيمشي على رجيلاته راه عنده الاجر اكثر من اللي كيركب على ايوه اللي ساكن بعيد بزاف غادي في مال وحده في الصباح الناس ديال الدار بينا ايوه ومالا يمشوا مع الوحده في الصباح مالا ايوه نصيفط لك سيميت كنضحكوا صافي. يلا منين نوصلوا نصور لكم الرعب مديش عليا راني مقلوبة نلوي على هادي نصور لكم المصلى، نوصل ونصور لكم المصلى. بس يحيى واش ما غاديش تزيد عقبتك البلغة ويلي 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 كما البنات اش لبست؟ لبست هاد الجليليبة اللي موالفة كنلبسها عزيزة عليا، ماشي جلابة، المهم بحال الجلابة بحال او لبست هاد السباط غير اللي كيتشريت وانا لابس بليغه يا حيا لابس بليغه صافي هادشي اللي كاين من هنايا ما عرفتش واش كتسمع قالي عتما تسمعي كره لا كره الشعل شي واحد التلفازه ولا لا لا اه عندك الصح اه جيت الخرجه ديال الكارتينه عثمان هادي ياك خرجه ديال اسفي ديال اسفي كاين حيتاش كاينه مصلى اخرى خارج كاين جوج مصلات مصلى هنا حنا حدانا هنايا ديال الكارتين ومصلى حنا اللي غادي ليها جهه ديال المطار حي المطار يلا حنا غاديين تنوصلوا انتوما معانا ياك السي عثمان اييه اييه مرحبا بكم معنا كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير غنمشيو دابا للدار غندبحو راجلي ولوسي غيدبحو لخالتي حماتي ومن بعد غادي نمشيو للدار هي غادي ندبحو الدنيا عامرة كرة كاع ما عاد سمعو صوتي هاهو السي عثمان هاهويا كيعيط للحباب باركو لي بالعواشير هاهو حنا غادي دابا الدنيا عامرة نقلب لكم بدلنا الطريق البنات عند حماتي ها
نهار كويس يلاه بقينا عمراتو وسخنت البغرير انت باقي ما حطيتي والو دغيا طرتي على البراد ايوا ونشربو كويس ديال اتاي ما شاء الله بحال بحال كتلوحي في البخور ها كتباني بحال كتلوحي في البخور ثلاثة كبينة ثلاثة الكيسات يا الله ها ها بغارير بغارير بقي من المقلة بقي سخون بقي سخون ايوا نسالو دابا غادي يذبحو نسالو نمشيو للدار عندنا نذبحو نتلاقاو من بعد الباسي ان شاء الله ان شاء الله عندك عندك ناري مخلول شو هاد الحولي اش دار فينا نتوما ما يدفع او دعام ياك اول حولي باغا يذبح وهذا فقصني افقصني شتي الباب اش داير لي ما نقدرش انا كاع نشوف يلا عتبان ها يلا صافي درت كلشي صافي ساليتي انا سالي سالي ما درتش والو سالي طوفان ادخل في بيتي سير عادلي يا بسخو نمشي هما راه جوج ما كاينش جهه واحده يا نفهم اخا قلت لك راجل العام ما تاكلش الشحمه راه تبارك الله الرئيس قال غتاكل اللحم وشحم معتبر معتبر هذا هو اللي كيكون كنقولوا ليه المقاد المقاد ما بينه وبين هكوك ها هي التورته اللي صايبت جات زوينه ان شاء الله غنشاركها معكم المخيمرات اللي صوبت مسيب بنات والحرشة هي كذلك صوبتها بريري تاعتاي لوسي حيت مع زربان خرج حيت لوسي داق من الطرطة ما باش يقعد قطعت لي واحد القطيعة كلاها عرفتي جات غزالة وبنينة يا البنات هانتو هما كي جات جات فنة صافي هنا دايرة الزيتون مشرمل وكوفيتير وفريز والزبده والزيت العود مساند الرسمي وزيت العود حنايا عندنا صافي الطبيله كنتسنى فيهم دابا غيسالو ونجو نفطرو باقيين كيسلخو في الحولي شد الدراع هنا من الصحة زين الله رجلي تقولي جحوالك ها؟ قولي راه قولي سلات جحوالك قوية ياك واحد سير لا يحيى لا بعد شو السي عثمان اش داير في الحولي شو؟ والعوار كل هو كيتسنى في هاد اللقطة هادي باش ندير الجدية كل هو كيتسنى في هاد اللقطة كيف دار هاد الغنينة الواشر مازال باركنا كلشي عواشركم مبروكه تعيدوا وتعاودوا بالصحه والعافيه ان شاء الله كاملين بلا كبيركم صغيركم بلا جنويه لا جنويه لا هاني في الديه كنعرفش انا ساعتين الله روح ثلاثه الحوال راه بخير
تبارك الله ساعتين دفعوا ثلاثه الحواله ديال لوسي لوستي وعجوزتي ديال حماتي كيعجوزتي وحماتي المهم او ديال لوسي وهذا ديالنا هذا الويسي بجوج وراجلي شي حاجه صحاب الدار بين هاد المسار الويسي جوج الويسي بجوج وراجلي وراجلي ياك تضحكوا علينا سمعوا بنات اسي سمعوا راه بنات اسفي راه متبعيني هما تاع كازا هما تبارك الله عليهم تاع كازا متبعيني يلا قولوا لي في الكومونتير اش كتقولوا واش بحالنا حتى حنا كنسخروا الحاجه الناس ديال الصحه اش كيقولوا اش كيقولوا ها اش كيقول اقوزتي زينين شي يقولوا حماتي زينين انا كنقول حماتي غير مؤخرا بديت كنقول عجوزتي عدوزتي ماشي عجوزتي هي العدوزه ولا العبوزه على حسب العدوزه ولا العبوزه العبوزه كيقولها الجزائريين بدي نسولك واحد السؤال عبد اخويا عبد الواحد قول لي علاش نسيبك نقول لا بؤه علاش نسيبك نقول لا بؤه قول لي مع كامل احتراماتي لكاع النسيبات هذا باب من العاده كتهز الكتف طابق ديال الحول الكتف اليمين وكدير النسيبه دونك ملي كدير الكتف النسيبه لا بؤه ولا ماشي لا بؤه اسمعني ولكن البنات انا ما كنديش لماما الكتف يعني ماشي لا بؤه ما كنديش لها كتف كنديرها على القطبان ما راه كنعيط عليهم كنعرض عليهم كيجوا عندك يتقلقوا لي المشاهدين اخويا لا داك متقلقه العيد هذا كنضحكوا كيضحك معاكم دورت بركه شوف امر الحياه شفت بحال هذه شوف بارك الله ما غليضاش رقيقه سبحان الله كاينه قولينا رقيقه مزيان انا في حياتي ما مشيت بحال هذه كتجي هذه تجي في بولفه في الخير تستاهل كل الخير يجيك الخير اعطيني داك الباني اللي الزرق اللي خوك اعطيه الباني راه ما جوج هاد الجوج لا هذا انا البنات راه ما درت والو لوسي تا هو لوسي راه كان معاهم تا هو هما اللي صيقوا وداروا كل شيء انا كنشوفها كنتفرج ممنوع العيالات يقربوا الكراطه نهار العيد يقربوش الكراطه سمعتوا قول السي عبد الواحد ممنوع العيالات يقربوا عندنا الكراطه حنا نذبحوا نسيقوا نقادوا ننظفوا كل شيء سالينا ولكن ثم الطياب لا وميت الف مرحبا لا ولكن واحد القضيه الرجال الحرام هما اللي كيخمشوا المرات لازم الكراطه في العيد هاكا سمعوا الرجال الحرام لا راه باقا بحوايجي البنات انتم والله ما درت شي حاجه اصبر ديلتي هيا والله اليوم عندي عيد انا والله عندي جوج اعياد عيد ديال الاضحى وعيدي انا ما درت شي حاجه اليوم تمشات شويه دخل في المراره شكون فاتني مع المراره راجل قال لي دخل في المراره واشوف ها مررتنا مررت عثمان مررت عثمان مررت عثمان تي على القهوة هنا ديما كيدير بلاتك علقة تما البنات غادي نشد الدوارة وغنطوعها انا المصارن وداك الشيء كنلوحو لا ما كناكلوش كناكلوش انا كنلوح صار لا العام اللي فات ولا العام لا ما ناكلهم نصايبوهم لا غندور عليهم كسكسهم واه ضاري سالينا اش بغيتو
الله يودي الله هاو ناكلو القديد اش بدي القديد بالمساله باش تعقدوا باش تعقدي المساله انا ما كناكلهمش دابا انا قلت لك انا ما كنتاكل القديد انا كناكل القديد ولكن ما كناكلوش بصغار ما كنحملهمش المساله كناكلو ناكلو خلينا المساله نعطي لنا حنا وصافي صافي انا كناكل على الكرشه المصران كلوح غتنظف انت غادي غتنظفها ما كنعرفش شنو هي كرشه لا خليها انا غنظفها صافي صافي خليها عير المصران ما نعرفش ليه كديروا تقلبوه وما عرفتش كي كديروا ليه المصران عثمان شوف شوف الشحمه البنات تبارك الله شوف سي قداش تبارك الله وزوينه رقيقه ماشي 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 غليظه شتيها رقيقه زوينه خليها تنشف باش ندير بولفاف 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 ابو اللفائف ابو اللفائف عثمان هذيك دراجة المرارة ديال عثمان أكيد دراجة هذي زوين ما شاء الله صحتك 20 درهم يلا البنات غنفطروا 50 درهم نزلكم الكاميرا بعدا في الشبيه 50 درهم 56 درهم يعني كيجمع في الفلوس ديال العيد 59 درهم لا تيحيى 59 درهم شحال متاهي شحال دوكا فلوس لي جمعت بصح العيد واش يكون بروكا 50 درهم ان شاء الله تاكلون ثلاث ايام ان شاء الله مطيب ان شاء الله صحه وعافيه ما تنساوش اللايك والبارطاج يلا اتنا عندي 59 درهم الى وحيده يا حيا شوفوا مين حوايج دعي حوايج دعي ويحيى يا شيخ استاذ عون ارجوك اعطيني درهم يا شيخ السرطان اعطيني درهم يا صحة تبارك الله على هذا الراجل زعما كون ما كانش عندي واحد صافي بقيت هنا حتى المغرب بقى بقى 5 درهم تمشي حيت حيت هي نتبع هي زاد زين حيت انا عندي 5 درهم الفرشاه ماشي هي لكم البنات يلا كنفطروا هذا الثاني فطور هنايا في الدار فطرت عند ماتي فطرنا كاملين ودابا جينا الصحة والراحة الصحة الغزالة ديال البنات ان شاء الله غنشاركها معاكم راه كتجي زوينة المذاق ديالها واعر ونسمها مرحبا بكم الف مرحبا سي عثمان مرحبا خويا من قلت كل ما قلت لهم نرجع لك كبي الشاي يا امرأة كبي الشاي يا امرأة اسمعي مني شيخ ايوا هذا هو عيدنا زينا عند الحلو اللي ما عندوش الفم اللي ما عندوش الفم حالي انا ما عنديش الفم البنات دايره لي باك ما عنديش الفم كنمشي الله يلاني ولكن انا يلاه تقدمي هادي انا يلاه تقدمي كنضامي جو حالي هادي ريحه ديال درتي النعناع المعلق ياك انتي عجبني كنشد النعناع المعلق كنخلطو مع ديال البروج كنخلطو كنعمر بيئتك يجي زوين ولكن راه جايين مع مرأتي اليوم. أنا اللي مع مرأتك. هي هنينا بالحولي لأنه استعمل واحد. إيوا. لا عندكم غير ما حطاتش يديها، يديها الأخرى لعداك، والله ما حطات يديها. حتى من المصراق، حتى من المصراق قلبناها، عند واحد ورينا واحد الطريقة زوينة. أنا كنت كنلوح وأنا مصراق. هذاك العود الدوائر اللي كنفخو به الحولي باش كنفخو به. هذاك كتشدو كتحطو كتدخل. وكتخرج عاوتاني كتقلب كتقلب دغيا كتقلب شكون علمك راه عندو واحد غير اللي طايح دا ما تعرفها انا علمتني امي غير قطعت الكاميرا ويقول لي وزيدي قال لي بركه من داك الفشوش ديالك زيدي حقيقه ما درتش انا صراحه والله لا زيدي من هذا لا ندير هذا هذه كدوف هذه قبل ما تصرف هذا ايوا بغاكم اكمل
خفف عاد دير الصواب وصاب انت غادي تضرب لها الحلوه كامل. ها سيدي بصحتكم تعاود ان شاء الله. حاصي الله يخلف الله برك عواشكم. فطرنا البنات الحمد لله لوسي مشى ودابا ندوز انا وعثمان نصاوبوا الفاخر وداك الشيء. المهم الا قدرت نكمل الفيديو لان الفيديو غيجي طويل حتى الفيديو الثاني باش نكمل لكم الفيديو تاع نهار اليوم كامل. سقيطه تبارك الله صدقت خرجت زوينه راه كيسحب ليا راه غيخرج مشحم زينه بحال مولاها ها انتوما دور دور عثمان انتوما جات غزاله جات غزاله خرجت زوين الحولي خرج زوين ما داش عليا البنات باقي كاع ما شعلت الفاخر ومقلوبه اليوم انا لا شديت الفاخر ها والله الا في الحقيقه ما خلوني درت حتى شي حاجه الله يخليكم ليا لا العويد راه مزيان مزيان حيت نتوما باقي نتوما باقي غتطياب وداك الشيء راه فيه 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 تو تمارا ايوا والله انتوما كي جاتكم هذه الدريريعيه اللي درت ديتها عند واحد الخياط خرج لي عليها مع نقصتها من التحت مع كانت طويله وجدتها وهي تحل لي وعاود رجعتها ديتها عند واحد السيده كتخيط عندها حماتي صابتها لي الله عرفتي ردتها زوينه واش في هذيك الليل والله عرفتي شتي كردها لي واش حماتي هي امي اه حماتي هي امي كل واحد اش كيقول عقوز دي حماتي يمي دوز دي حماتي رجعناها عاوتاني يلا البنات ما سخيتش بيكم ما تساونيش من اللايك الا حبيتو الا حبيتو ديروا لي لايك واخا حتى كتنساوني المهم عواشر مبروكه تدخل عليكم باش ما تمنيتو والله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين يا ربي تقبل هذا العيد وهذه الاضحيه الله عز وجل وصافي نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونخليكم سلام عليكم سلامة